عشان نعمل بروتكشن اجينست راديشن، ايونايزنج راديشن بالذات، في عندنا ثلاث حاجات اساسيه لازم ان احنا ناخدها في اعتبار. اول حاجه هي مينيمايز التايم، مينيمايز الاكسبوجر تايم، وماكسمايز الديستنس، وان احنا نستعمل شيلدنج. مينيمايز التايم معنى كده ان احنا نقلل وقت الاكسبوجر على قد ما نقدر. يعني بمعنى الشخص اللي هو يعني احنا بنعمل دلوقتي للبيشنت مثلا اكس راي، بنقلل وقت الاكسبوجر على قد ما نقدر، يعني يخلي المينيمم اللي هو يسمح لنا ان احنا نقدر ناخد الصوره بالشكل المناسب. بالنسبه للشخص اللي هو بيشتغل في المستشفى، لا يعني بنحاول ان هو ما يتعرضش خالص، بس لو اتعرض يتعرض لاقل وقت ممكن. الحاجه الثانيه اللي هي ماكسمايزنج الديستنس، العلاقه بتاعت الاكسبوجر مع الديستنس تبقى انفرس سكوير لو. يعني بمعنى لو انا دلوقتي خدت اكسبوجر اكس عند مسافه متر وخليت المسافة دي 2 متر، الاكسبوجر بيبقى اكس على 4، يعني بيبقى المسافة تربيع يعني بيسكلي. يعني فكل ما انا خليت المسافة اطول كل ما خليت الاكسبوجر يبقى اقل، كل ما خليت الشخص يبقى سيفر. طبعا مش بتكلم على البيشنت، لان البيشنت احنا بنصور، احنا قاصدين احنا نعمل له اكسبوجر، بنتكلم مثلا على الشخص اللي بيستعمل الجهاز الاكس راي اللي هو يعني بيسكلي هو يعني بنحاول نبعده عن السورس اوف اكس راي عشان ما يحصلوش اي اكسبوجر. بنتكلم برضو على يوز اوف شيلدنج. شيلدنج ده هو زي مثلا الشخص اللي بيشتغل في اقسام الاشعه بيلبس ايبرون. ايبرون ده بيبقى مصنوع من ماده فيها رصاص، يعني بحيث ان هو يعني بنتكلم على هاف فاليو لاير بتاعه الرصاص، بنتكلم على حوالي مثلا 0.03 مليمترز. يعني بمعنى لو احنا حطينا مثلا الكلام ده يعني حاجه مثلا زي 1 مليمتر ولا حاجه، الحقيقه تمنع تماما، او حتى 0.5 مليمتر الحقيقه تمنع تماما وجود اي مشكله من الاشعاع على الاجزاء اللي متغطيه بالابرون دوت. بنتكلم مثلا على غرف الاشعه. غرف الاشعه بنتكلم على ان لازم يبقى في شيل لغرف الاشعه، وده الحقيقه ممكن يتعمل يا اما بالكونكريت، يعني يتعمل بحوائط تبقى الحقيقه يعني الثيكنس بتاعها يبقى كبير كفايه، يا اما ان احنا ممكن ان احنا نعملها عن طريق ان احنا نحط فيها طبقه من الليد، على اساس زي ما احنا شايفين كده بنحتاج ثيكنس اقل بكتير جدا من الليد، يعني عشان يعمل نفس الفانكشن بتاعت الكونكريت. وطبعا نخلي بالنا ان كل ما الطاقه بتاعت الاكس راي كل ما زادت، كل ما كان في احتياج ان احنا نحط يعني ثيكنس اكبر. اوكي، فبنتكلم مثلا على لو احنا بنستعمل جهاز ممكن يوصل لغايه 150 كيلو فولت بيك، يبقى بنتكلم على ان الهاف فاليو لاير بتاعت الليد للانرجي بتاعت الاكس راي دي للفوتونز بتاعت الانرجي 150 كيلو فولت بيك، بتبقى بنتكلم على حاجه تقريبا 0.3 مليمترز. فمعنى كده لو محتاجين نقلل النسبه دي لمثلا للربع مثلا، يبقى محتاجين نحط مثلا ضعف الرقم دوت. بالنسبه للكونكريت بنتكلم على 2.2 سنتيمترز، يعني لو حاطين عايزين نعمل برضه الربع يبقى عايزين نحط 4.4 سنتيمترز اوف كونكريت. فيعني طبعا احنا بنقلل مش الربع وبس، بنحاول نقلل تبقى اقل بكتير، يعني بنوصل لاقل مثلا من 5% او حاجه زي كده، يعني حسب برضو الديزاين ريكويرمنت. بس عامه احنا لازم نعمل شيلدنج، والشيلدنج دايما بيتعمل يعني بالنسبه للشخص نفسه عن طريق ان هو يستعمل حاجات تبقى ليدد، ممكن ان هو يقف ورا ليدد جلاس مثلا عشان يبقى برضو يمنع عنه الاشعه اللي جايه من الجهاز. ومش بنتكلم على الاشعه اللي هي واصله دايركت، ممكن يحصل لنا سكاترنج للاشعه يعني عن طريق الحوائط او عن طريق اي حاجه توصل لاي دايركشن اكشوالي. فلازم يبقى يعني حتى لو ما كناش في اتجاه الاكس راي بيم بيبقى برضه عاملين حسابنا ان ممكن يحصل سكاترنج ويحصل نتيجه ليه اكسبوجر. بنتكلم برضه على الريسك بتاع الاكسبوجر نفسه بيبقى بروبورشنال للافكتيف دوز. الافكتيف دوز دي الحقيقه بنتكلم على ان هي يعني لها علاقه ب انهي جزء من اجزاء الجسم هي هو اللي بيتعرض للاشعه. الحقيقه الافكتيف دوز هي الويتد افريج بتاع الراديشن دوز لكل الاورجنز اللي بتتعرض للاشعه. طبعا بنلاقي ان في بعض الاجزاء بتبقى حساسه زي مثلا الريبرودكتيف اورجنز، زي بنتكلم مثلا على الاكتيف بون مارو اللي هو بيجنريت البلود سيلز، بنتكلم على الكولون، بنتكلم على اللنجز، بنتكلم على الستومك، حاجات معينه كده يعني يعتبر الويت بتاعها اعلى. يعني لو عملت اكسبوجر مثلا لللنج versus الليفر، الاكسبوجر افكتيف دوز بتاعت الاكسبوجر لللنج بيبقى اربع اضعاف اللي هو موجود، يعني مش اربع اضعاف يعني نتكلم مثلا على حوالي اقل شويه من ثلاث اضعاف اللي هو اللي جاي من الليفر.
لو بنتكلم على السكين مثلا، نتكلم على الكولون مثلا فيرسس السكين، الكولون بيبقى 12 تايمز الاكسبوجر الافكتيف دوز اللي جايه لي من السكين. فعامه اللي بيحصل ان احنا بنجمع، لو احنا عندنا دوز معينه بنضرب كل واحده من الاورجنز اللي تعرضت للدوز دي في الويت بتاعها، واجمع الكلام ده كله كده على كل الاورجنز اللي تعرضت للاشعه، ويطلع لي هنا في الاخر افكتيف دوز، هي دي اللي بتعبر لي عن الخطوره اللي هي هتحصل للشخص دوت عن طريق الاكسبوجر للاشعه. في عندنا الحقيقه بالنسبه للراديشن بروتكشن عندنا بنبص لها من جانبين، جانب البيشنت اللي هو ميديكال اكسبوجر بنتكلم فيه ان احنا بنستعمل اشعه فور دايجنوستيك بيربسز اونلي، ما بنستعملهاش كده علشان مثلا المريض عايز يتفرج على صورته في الاشعه، ما فيش حاجه اسمها كده. اوكي؟ فبيسكلي لازم نستعملها دايجنوستيك بيربسز اونلي، ونستعمل فيها الكلام اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه اللي هو الالارا برنسبل، اللي هو از لو از ريزونبلي اتشيفبل، يعني بنتكلم الدوز تبقى اقل ما يمكن، از لو از ريزونبلي اتشيفبل، يعني بستعمل اقل دوز تقدر تطلع لي الصوره اللي هي فيها دايجنوستيك انفورميشن تساعدني ان انا اعمل التشخيص. Never to be used during pregnancy، ما ينفعش ان انا استعمل اي ionized radiation في اثناء مرحله الحمل، عشان في منتهى الخطوره على مرحله النمو اللي فيها الجنين، جنين يعني اي حاجه عموما فيها active development، يعني مثلا نتكلم على الاكتيف بون مارو مثلا بيبقى الحقيقه في خطوره، زي الجونادز مثلا اللي هي الريبرودكتيف اورجنز نفس الكلام، بيبقى يعني بيسكلي اي تعرض للاشعه ليها بيسبب يعني مشاكل اكتر بكتير جدا من اي اورجن تاني. بنتكلم برضو على مينيمايزيشن اكسبوجر اوف ريبرودكتيف اورجنز اللي كنا بنتكلم عليه هنا، والحاجات دي الحقيقه بنحاول برضو يعني لو في مثلا احتياج ان احنا نعمل سكاننج لجزء جنب الريبرودكتيف اورجنز بنحط شيلدنج على الجزء اللي احنا يعني مش محتاجين ان احنا نصوره علشان نقلل الدوز باكبر قدر ممكن. الجانب الاخر بقى هو الناس اللي بيتعرضوا للاشعه بشكل اوكيوبيشنال. يعني ايه اوكيوبيشنال؟ يعني معنى ان هو كل يوم بيروح يشغل جهاز الاشعه، يعمل سكاننج لمرضى مثلا، فده بيتعرض ليها بشكل مستمر، فلازم يبقى فيه احتياطات اكتر شويه. في الاول خالص نبقى عارفين ان الدوز بتاعت الاكس راي از كوميوليتيف وذ تايم. يعني ايه كوميوليتيف؟ يعني لو في مثلا عندنا ليميتيشن، بيبقى في عندنا في كل بلد بيبقى فيه ماكسيمم ليميت للاكسبوجر كل سنه. لو فرضا الشخص ده اتعرض للاكسبوجر دوت في يوم واحد وبقيه السنه ما اتعرضش، زيها زي ان هو ياخد نفس الدوز هي متقسمه على 100 مره. في الاخر الكوميوليتيف دوز هي دي اللي بتفرق. فدي حاجه مهمه جدا ناخدها في اعتبارنا، يعني الشخص اللي اتعرض للدوز زياده شويه لازم ياخد فتره ما ياخدش فيها دوز خالص عشان يقدر يوصل لنفس الافريج اللي هو المعتاد بتاع شخص يعني في نفس المرحله بتاعته يعني. بنتكلم على protective devices must be worn أو يعني must be used. protective device زي الابرون، ممكن يبقى في ساعات برضو الناس بتلبس protective glasses، يعني بتبقى leaded glasses مثلا، يعني بيبقى يعني اي حاجه نقدر ان احنا نستعملها علشان تقلل الاكسبوجر بنستعملها. عاده لازم يبقى في عندنا دوزيميتر، الناس اللي بيشتغلوا في الاشعه لازم بيبقى معاه دوزيميتر، يبقى معاه ديفايس كده صغيره تي ال دي مثلا ولا وات ايفر. الديفايس دي مهمتها ان هي تقيس الاكسبوجر، ويقدر بعد كده ان هو يتشكت كل شويه علشان يتاكد ان هو ما خدش اكسبوجر زياده.